ما كنت بتتمنى انه هالبنت تحبك؟ طلع فيني. ما كنت بدك؟ بلا بدك وكتير كتير كمان. قلي جيمو، الحب اللي تمنيته لحالك ليش استكترته على اختك؟ انت شاب شجاع يا جيمو، وبتفهم بالشجاعة كتير منيح، وإيدال وسيد مثلك شجعان وشجاعتهم هي المزبوطة. إذا بتحب خلي كل الدنيا تعرف حبك والباقي فاضي. لا تخافي، اوعك تخافي. وانا ما رق دقيت الباب، ما سمعت صوت، حبيت شق عليك. انا ما حبيت خوفك ايدال، بعرف خفتي مني، بس انا كمان خفت كثير لما شفتك اليوم هيك ضربي لإلك وهجمتي على الولد، كله من خوفي ايدال. انا فكرت حالي خسرتك، قلت لحالي بالأول أبي وهلأ إيدال، بعدين الغضب اللي جواتي. عم تفهميني؟ عم تفهمي علي؟ يا ريت تفهمي إيدال، فهمي إنه أنا جنيت من الخوف. انت ما قلت كلهم رح ينتخبوني؟ هات فهمني شو اللي صار. كل شيء كان مرتب يا اغا، بس باخر لحظه راس صار حقي فرنجين بسببك انت. قلت بنشتريهم بالمصاري، وينهم هدول اللي اشتريتهم؟ كله بسبب هي الاسطنبوليه، ما كانت بالحسبان. تضرب شو غبي انت وحساباتك. نيلع من خلقتي، لا تورجيني وشك. يلا وانت مراد افندي. شو اجا دوري؟ ايه اجا دورك. انت ما عندك قلب اختك، ما حكيت ولا كلمه ورحت كمان تصافحهم. لا كتير تصعب الموضوع علينا بابا. تعرف شو هو الشيء اللي اصعب من الخساره بالانتخابات؟ انه الواحد يخسر حاله مثلك تماما. هذا اللي قصد تقوله بابا، خسارتك لحالك هيك بالضبط. ما بلش ضربته، ما بدي اسمع ولا كلمة. خلص يا أولاد، خلص يا أولاد، بكفي هالقد. حاج حاج بقى يا أولاد، بكفي بكفي، ضوش راسي. برفع كاسي على شرف الرئيس الجديدة ماما زينو. دقيقة اسمعوني كلكم، بليلة مثل هاي ما بصير نجيب سيرة الحزن على لساننا، بس كلكم بتعرفوا لسه ما صار 40 كمان. اوعكم تنزعوا فرحتكم. اللي بدي اقوله، قبل ما يمضوا 40 يوم إذا قدرنا نحقق هالفرحة كلها، إذا قدرنا نتحدى الموت ونكسر راس عديم الأخلاق رجع، فهذا كله كله فضل بنتي أليف. أنا ما
بدي أقول شي يا أغا. قول. بتتذكر مرة سألتك إذا بتأمر بشي، قلت لي بعد الانتخابات، وهلأ كمان عم بسألك، بدك تأمرني بشي؟ هالحرمتين يا عكاش، هالحرمتين بدي حول حياتهم لجهنم، فهمان؟ لجهنم. تأمر يا أغا. أول شي هاي اللي عم تتفزلك بلش من عندها عكاش، من الإسطنبولية، خليها تندم على جيتها لهون، بدي إياها تكره حياتها. هذا الضابط. مساء الخير ماما زينو، عم بحكي من قيادة الدرك مشان خبرك انه بكرة الصبح رح نفتح قبر المرحوم كمال. عيلته موجودة؟ نعم سيد. اكتب لشوف يا ابني، افتح المحضر. بناء على طلب من العائلة قمنا بالدخول إلى المقبرة لأجل تشريح جثة كمال أبو يطلي. يا ريتك ما اجيتي. معقول هالحكي؟ أنا منيحة لا تقلق علي. بعد اسبوع تقريبا، ما فينا نحدد وقت بتطلع. تحكونا ما هيك؟ طبعا اكيد. شكرا. انا رايح مع الهيئه على الطب الشرعي، وبعدها دغري رايح على المصنع. ماشي، انا راجع على البيت. ايه احسن، لا تتعبي حالك. يلا بشوفك. ماشي، يلا بنلتقي. Yeah.